في النادي الصفاقسي تحركات الساعات الأخيرة، 3 سنوات ونصف هي مدة عقد المهاجم الجزائري أمير سعيود، اللاعب السابق ليوفيق ستيف أهلي دبي، الأهلي والإسماعيلي في مصر مع تجربة خاطفة في البطولة البلغارية. نواصل مع سي اس اس. اليوم الإمضاء مع متوسط الميدان للشبيبة القيرونية حمزة شتبري لمدة 3 سنوات ونصف مقابل انتقال سليمة جديد لعاصمة الأغلب. حسام الحمزي مهاجم جي اس كا اليوم ممكن يمضي للنادي الصفاقسي مقابل تحول كل من رامي درجاع وعماد الواتي للشبيبة.